بعد أن وردت معلومات إلى عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر عن الاشتباه في أشخاص يتاجرون بالأسلحة من مختلف الأنواع بحديقة التسلية ببن عكنون. أسفرت عملية التفتيش عن حجز كمية من الذخيرة وإيقاف 8 أشخاص. أسفرت العملية عن حجز 20 سلاح ناري من مختلف الأنواع. تبين حسب التقرير بأنها أسلحة نارية دفاعية حربية من الصنف الرابع. هذا وكشفت التحريات الميدانية لفرق الدرك بالبروجية إثر حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 62 الرابط بين البروجية وخميس مليانة. كشفت عن عملية تهريب واسعة لمواد نحاسية لشبكة أشرار من 6 أفراد تنشط على المستوى الوطني. التحريات المتواصلة أثبتت أن وجود شبكة إجرامية منظمة تعمل على تهريب مادة النحاس ابتداء من التراب الجزائري وبالضبط انطلاقا من مدينة لاغمة وتميلة نحو تراب المملكة المغربية معرجين على الجزائر العاصمة، ليعتبر نقطة هامة اللي هي ثم يوجد حاضرة يقوم أصحابها بقولبة المواد النحاسية ووضعها على شكل مموه لكي تهرب بطريقه سهله وتظلل عناصر السلاح وعناصر قوات الامن المنتشره في الطرق الوطنيه السريعه. هذا وقد تم اليوم تقديم الاشخاص الموقوفين امام نيابه المحكمه القضائيه المشرفه على التحقيق، ويبقى الحس المدني بالتنسيق مع جهود الدرك الوطني هو السبيل الوحيد للوقوف ضد هذه الاعمال الاجراميه التي تنخر جسد الاقتصاد الوطني.